حقه يقول: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج، فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟ الذي فهمت من كلامه أنه اعتمر أولا. نعم، اعتمر في أول شوال على ما قال: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك. نعم. وقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى. أي نعم، مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال نعم بنية الحج هذا العام فهو متمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما. لكن ما دام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة، فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن ذي الحجة فيحرم من مكانه. نعم. وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام، وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك، فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم. لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. نعم. نعم. إذن عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام. اي نعم، ما دام على نيته الاولى ناوي ان يحج، لانه يقول: وقدمت من الميقات لانني اعتبر نفسي متمتعا من العمره الى الحج. إيه؟ يعني بعمرته في اول شهر. فلس عليه شيء.